للحديث أكثر عن مصير الوجود الأمريكي في العراق بين تأكيد الحكومة والنفي الأمريكي، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، بداية مرحبا بك. بعد الجدل الدائر حول بقاء القوات الأمريكية في العراق أو رحيل هذه القوات، مسؤول في البنتاغون يصرح أن القوات الأمريكية المتبقية في العراق قادرة على حماية نفسها، كيف تقرأ هذا التصريح؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم ومستمعيكم الكرام. أنا أعتقد أن القوات الأمريكية باقية في العراق ولن تخرج، لأن العراق هو ضمن النفوذ الأمريكي كما هو الخليج ضمن النفوذ الأمريكي والبريطاني، فبالتالي هي لن تخرج وتسمح لأي قوة اليوم أن يكون العراق ضمن نفوذها مثل روسيا والصين. فمهما كانت يعني ما كتب وما اتفق معهم الحكومة، فالقوات الأمريكية باقية ولن تخرج. أما استبدال مهمة القوات من المهمة القتالية إلى مهمة التدريب والاستطلاع، هذا لا يعني أنها القوات قد خرجت. ثانيا، اليوم القوات غير الحكومة العراقية غير محتاجة هذه القوات كمهمة قتالية، ولا الأمريكان محتاجين أن يكونون قوة قتالية. فاستبدال المهمة هو يخدم الطرفين. ثالثا، اليوم لا يعقل أنه شعارات يدعون المقاومة بأنه سوف يخرجون القوات الأمريكية بالقوة أو باستهدافها، هؤلاء هم من جاءوا مع الأمريكان بل توسلوا بالأمريكان لاحتلال بلادهم. أين كانوا في 2003 إلى 2011 قبل الانسحاب؟ اليوم وفق القوانين العراقية القوات الأمريكية ليست قوات محتلة، حتى هم يتكلمون عن قوات محتلة وهم مقاومة. الذي قاوم الأمريكان من 2003 وأجبرهم على الانسحاب في 2011 هم معروف هذه الجهة ومعروف هذه الفصائل، أما هؤلاء فقد توسلوا من الأمريكان لبقائهم، بل نعرف ماذا كانوا يفعلون في 2003 إلى 2011. طيب، وكيف كانوا يتعاملون مع فصائل المقاومة؟ هؤلاء مجموعة زيول، مجموعة خونة للشعب العراقي، والتاريخ لن ينساهم، بل دخلوه من أسوأ أبوابه وهم إلى مزبلة التاريخ ستكون نتيجتهم. لا يمكن أن يضحكوا على الشعب العراقي وعلى العالم بأنهم فصائل مقاومة. هؤلاء ميليشيات يمارسون الحرب في العراق بالوكالة لصالح إيران، وقبلها كانوا يقاتلون لصالح أمريكا. طيب الآن، هنا ما دلالات تصريحات مصطفى الكاظمي قبل قليل وتأكيداته بأن القوات الأمريكية أو قوات التحالف سترحل؟ يا سيدي، لن ترحل لا بالكاظمي ولا بغيره. الكاظمي وأمثاله جميعا توسلوا بالأمريكان لبقائهم. لاحظ، عندما انسحبت القوات الأمريكية عام 2011 جعلت من الحكومة العراقية تتوسل بها أن تعود وتغير مهمتها من التدريب إلى المهمة القتالية. عندما دخلت داعش وسيطرت على المدن وسيطرت على ثلث مساحة العراق، ما الذي كان رد فعل الحكومة العراقية؟ توسل بهم المالكي في إعادة قواتهم وإعادة نوع المهمة التي يمارسونها. الأمريكان قادرين أن يجعلوا الحكومة العراقية تتوسل بهم بزيادة الأعداد وبتغيير المهمة. هذا السيناريو يجب أن يعلمه الشعب العراقي. نعم، الحقيقة محاطة بمجموعة من الأكاذيب، وهذه الأكاذيب هي واحدة التي يمارسها هؤلاء الدعاة. طيب، المقاومة. أستاذ حسين، يعني كيف تنظر، يعني كيف تتعامل أو تصف تعامل واشنطن مع حكومة مصطفى الكاظمي؟ يعني تصريحات، مثلا تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية فرانك ماكنزي نفى رحيل قواته من العراق، والذي يراهم مراقبون أنه يعني محرج لحكومة الكاظمي. ترى كيف تنظر؟ هؤلاء يتبادلون الأدوار، هم يدركون أن الأمريكان لا ينسحبوا. يا سيدي، الأمريكان لن يخرجوا من العراق إلا أن يعود من جعلهم ينسحبون صاغرين من 2011، من 2003 إلى 2011. بدون هؤلاء لن تخرج القوات الأمريكية من العراق. دخلوا بعدد 177 ألف مقاتل، 130 ألف كانوا أمريكان و45 ألف كانوا بريطانيين و2000 مقاتل استرالي. جميع هؤلاء خرجوا تحت ضغط المقاومة وليس تحت ضغط هؤلاء، وتحولوا من 177 إلى 5000، وتركوا 5000 جثة في العراق. اليوم هؤلاء 5000 أو 2500 هذه لديها قواعد ثابتة في العراق كما لديها قواعد ثابتة في الخليج، والعراق ضمن النفوذ الأمريكي. ولا يمكن أن تخرج أي قوات من العراق بدون مشروع وطني يتفق عليه غالبية الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه. أنا ذاك نتكلم
عن قضية إخراج القوات. أما الآن فهذا الكلام فهو لا يصح لا للسلاك المحلي ولا للحرب الإعلامية التي تدور بينهما. طيب أستاذ حسين، لطالما أعلنت الميليشيات رفضها للقوات الأمريكية في العراق وقصفت السفارة أكثر من مرة، لكنها في نفس الوقت تمرر تمديد بقاء القوات الأمريكية من خلال أذرعها السياسية في البرلمان. ذكرتم أستاذ حسين أن أنها مجرد تبادل أدوار وأنها مجرد تصريحات إعلامية في الإعلام فقط. ما هي المكاسب التي ممكن أن يعني تحصل عليها الميليشيات والأحزاب من خلال هذه التصريحات؟ أولاً، ما الذي فعلته عندما استهدفت السفارة الأمريكية؟ هل قتلت السفير الأمريكي؟ هل قتلت جندياً أمريكياً منذ بدأت ما تدعي المقاومة وإلى الآن؟ ما هي خسائر القوات الأمريكية تجاه هذه الميليشيات؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هي تريد أن ترتدي هذا الثوب لأنها لبست ثوب العار والخيانة من 2003 إلى 2011. تريد أن تسرق هذا التاريخ وتضحك على الشعب العراقي وشعوب المنطقة خدمة لإيران، على أنه إيران هي راعية المقاومة في كل العالم العربي. إيران راعية الإرهاب في العالم العربي. إيران دمرت 4 عواصم بل أكثر وأحرقت الأرض وشتتت الشعوب وهجرتها. لن يكون يوما من الأيام تتشرف بفعل اسمه مقاومة. هؤلاء يريدون يغيروا التاريخ ويزوروه. هؤلاء يريدون يضحكون على ذقون الناس، بل هم أصبحوا مهزلة ومضحكة للشعوب. اليوم أصغر واحد، أصغر مواطن عراقي يدرك بأن هذه الميليشيات جاءت مع الولايات المتحدة ودربتها الولايات المتحدة وسلحتها وجعلتها قوة إسناد لها على الأرض وهي تساردها بالقوات الجوية. على من يقنع يعني يتكلمون؟ على أي مقاومة هؤلاء يتكلمون؟ وكذلك الأمريكان حسبتهم هذه الكلمة. هم يدركون لو المقاومة الأولى ب2003 صدر منها أي بيان يخضع على محمل الجد. أما هؤلاء فهم يدركون ما هي إلا لعبة تكامل الأدوار فيما بينهم ولا يعرون له أي أهمية. طيب، المسؤول الأمريكي الذي صرح أن قواته في العراق قادرة على حماية نفسها، يعني ماذا يعني بذلك؟ يعني هل هناك ربما متوقع أن يكون صدام محتمل مع القوات الأمريكية؟ أبدا لن يكون صدام بين الميليشيات والقوات. ماذا يعني قادرة على حماية نفسها؟ هذا في حال عادة المقاومة الأصلية الحقيقية يتكلم هكذا. أما هؤلاء لن يكون يوما في مواجهة الأمريكان أبدا. يعني على الشعب العراقي أن يدرك هذه الحقيقة. والأمريكان لهم داخلين ضمن هذه اللعبة تكامل الأدوار، أنه هؤلاء الميليشيات يستهدفون القواعد الأمريكية وأمريكا قادرة على حماية نفسها. أمريكا لو قادرة على حماية نفسها ما انسحبت تحت ضغط المقاومة وتركت 5,000 جثة حسب بياناتهم و 32,000 جريح وآلاف المعدات. هذا الذي تأخذه مع أمريكا على محمل الجد. وكل ما يقال الآن وينشر ما هي إلا سيناريو لتبييض صورة أصحاب الخيانة والرذيلة. شكرا جزيلا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، شكرا لوجودك معنا.